اخيرا من البارح يوم جيت من حائل، البارح جيت من حائل، اليوم دخلت الرياض وتصور لي امي الا تصب حائل مطر. اليوم عقب الظهر صورون الشعبان تمشي على كبره. يلا خير خير كله خير كله. الوكاد قلت اسمع يلا عسى حايل وما حولها السيل سحابة مرت عليها وسقتها سقتها لجيتها كنا الزهر ولا كاليل مباخر لضيوفها بخرتها بخرتها يا كابتن الرحلة زبون المشاكيل قم سربنا في رحلة ناحيتها يا كابتن الرحلة زبون المشاكيل قم سربنا في رحلة ناحيتها من فوق منهي تركيا المتن للشيل شهانة قد فردت أجنحتها إليات واسة مقدم الراس والذيل ورخة وجميع الرابطين أحزمتها انطلقت تعد المسافات بالميل كنا السحاب زفلت زفلت تحتها يا سلام يا سلام يا سلام انطلقت تعد المسافات بالميل كنا السحاب زفلت زفلت تحتها واليا وصلت الوجهتي عقب تقيل تستقبلك أجواءها بطشطشتها قمت أفرش أغراضي وحط المعاميل ما بين عذب انهارها وفاكهتها من وت غريب بهذلتها البهاديل وده يروح ويهتني بمطرتها يرمي هموم بظهرها هدت الحيل في ديرة كنا السماء قبلتها هذا الهوى اللي بقى يمهل العمر تمهيل ويرد لنفوس البشر عافيتها يا سلام يا سلام يا سلام صح لسانك ابو مروان حافظ هواي البر حقت ما تحفظها لانه هو يدخل فيها قرار فكنا النبي ينشد هواي البر ما اعرف ايش عرف الصوت يا محمد الصوت صوت صح قرار بس الاداء مش شوت انت كرب انت كل كنداسه ابو ذوق نبي من عبد الملك نبي منك كذا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم